إحنا ربما نتصور أن العمل شيء والعقيدة شيء آخر. العمل له مجاله والعقيدة لها مجالها. لا، مو هالشكل. في منطق القرآن الكريم لا يوجد هنالك انفصال بين العمل والعقيدة. لا، العمل مؤثر في العقيدة، العمل الصالح يؤثر في الحالة العقائدية للإنسان وفي المستوى العقائدي للإنسان. هذا في القرآن الكريم. في مصطلح القرآن الكريم يقال لهذه الحالة حالة التثبيت. في أين؟ ما الدليل على ذلك من كتاب الله سبحانه وتعالى؟ لاحظوا هذه الآية الكريمة. الله تعالى يقول: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به. الأحكام الإلهية هذه كلها مواعظ، لأن في صالح الإنسان. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. شنو معنى التثبيت؟ التثبيت يعني تمكين النفس في منازل الإيمان. تمكين، هذا يقال له التثبيت. كل عمل صالح الإنسان يفعله ولو كان هذا العمل الصالح بذكر مختصر، يعني واحد يقول سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، هو هذا العمل الصالح يساهم في تثبيت العقيدة الحق في الإنسان. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا.